بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدئ اليوم المحاضرة الأولى في الكورس الثاني، وهي خاصة بالفلويد موشن أو حركة المواع أو الماء المتحرك. حقيقة بعض المصطلحات لازم نجي نعرفها في البداية حول المواع المتحركة. يعني مثلا راح يجينا مصطلح جديد مثلا ستريم لاينز وستريم تيوب. الستريم لاينز راح ناخذه، هذا الستريم لاينز بالشكل هذا. شوف هنا عبارة عن فكترات، فكتر فكتر فكتر، يعني متجهات بالشكل هذا متجهات. فهنا حقيقة شو يصير عندي؟ مجموعة المتجهات، شوف هنا أنا اللي تكون لي كير أو كير formed by the velocity vectors of each fluid particle at a certain time is called streamline. إذن streamline عندي مجموعة شنو هنا حقيقة فكترات للفيلوسيتي، متجهات السرعة زين لبارتكل معين دا تتحرك هنا بالشكل هذا. فهاي الفكترات تسوي لي streamline. إذا مجموعة من streamlines يعني streamlines أخذت بهالشكل هذا حركتها، شوف او شكلها ستريم زائد ستريم ستريم بهالشكل، بحيث مجموع الستريم لاينز هنا يكون لي شنو؟ تيوب، ستريم تيوب. زين اذا ستريم تيوب هو عباره عن مجموعه من الستريم لاينز، المجموعه بشكل يعطي شكل التيوب. اذا المواع مال كل المواع حقيقه تتحرك بهالشكل هذا، عبارة عن ستريم لاينز. زين الجزيئات تمشي على ستريم لاينز وبالتالي تتحرك من منطقة إلى أخرى. ما ندخل بتفاصيل أخرى للستريم لاينز لأن بها أمور أكثر تعقيدا، بس إحنا بمرحلتنا هذه ناخذها بشكل إنه شلون يتحرك الفلويد، يتحرك بواسطة الستريم لاينز أو على ستريم لاينز. بعض المصطلحات احنا اخذناها سابقا في الفصل الاول ونعيدها، الستدي فلو اند ان ستدي فلو. الستدي فلو هو الجريان اللي يكون الخواص بي ثابته، الفيلوسيتي البريشر الدنسيتي الى اخره تكون ثابته في اي مكان بمرور الزمن، ما تتغير مع الزمن. يعني لو كان عندي سرعه في مقطع معين 5 متر بالثاني، اقدر اقول عليه ستدي فلو، جريان مستقر اذا استمر خلال الوقت كله اللي انا مشغل به الجهاز 5 متر بالثانيه ما يتغير. وكذلك الدنسيتي وكذلك البريشر وغيره من الخواص. عكس ذلك اذا يتغير، اذا تتغير الخواص في المقطع الواحد، في البوزيشن الواحد، في المكان الواحد مع الزمن، فتصير انستدي فلو. لان المصطلحات لازم نعرفهم وناخذهم اللي راح نبني عليهم الشغل الرياضي. بالفلويد حقيقه عندي التحليل، تحليل الفلويد يكون يا اما وان دايمنشن باتجاه معين، كان يكون باتجاه الاكس او باتجاه الواي فقط او باتجاه الزد فقط. والتو دايمنشن، التو دايمنشن هنا ياخذ يعني عندنا هنا محورين، يعني مثلا يشتغل بين اكس وواي، يعني اجي احسبه باتجاه الاكس وباتجاه الواي. والثري دايمنشن او 3 دايمنشنال 3 دي اسميه فلو، هذا لا، هذا ياخذ الجيومتري كامله اكس وواي وزد، مثلا محور اكس محور يعني شكل يكون هنا مثلا شكل الغرفه على سبيل المثال. شوف الجريان وين يصير بكل الاتجاهات. يعني هسه لو انت تحط لك دخان تدخين مثلا في غرفه، شوف الدخان ينتشر بثلاث اتجاهات اكس وواي وزد، هذا يسموه 3 دايمنشن. بشكل عام الفيلد هو 3 دايمنشن، بس احيانا نبسطه لل 2 دايمنشن وال 1 دايمنشن في بعض الاحيان. طبعا دائما ال 1 دايمنشن شوفه يمشي على اتجاه واحد على خط. ال 2 دايمنشن بكروس سكشن في مساحه. زين وهكذا. باقي بس هذا جريان، هذا جريان بثري هنا 3 دايمنشن، بينما هنا 2 دايمنشن باتجاه الاكس والواي فقط، هنا اكس وواي وزد.
بعض المصطلحات راح تجينا لامينر ان تيربلنت، لامينر ان تيربلنت فلو. اللامينر هو جريان طباقي والتيربلنت جريان اضطرابي. طبعا هنا العالم رينولدز سوى جهاز بهالشكل هذا، وهذا الجهاز هنا زجاجي يعني واضح كل شيء فيه، وهنا دوره وانبوب وصمام يتحكم بالجريان. زين وخلي هنا الانبوب مستمر بالشكل هذا مستمر وبعدين ينزل. فهنا سوى تجربه، هنا حقيقه جاب مائع هنا ذو صبغه، ذو صبغه يعني زين صبغه معينه في ماء يجري هنا الماء بهالشكل هذا، يتحكم بالسرعه هنا، يقدر يسوي سرعه بطيئه وسرعه يعني عاليه. فبالسرعه البطيئه شاف انه اذا مرر صبغه هنا خلال الماء الجاري صبغه، فمن تمشي هنا تاخذ خط مستقيم، خط مستقيم بالجريان ماله. اذا زايد السرعه شويه شويه يزود السرعه، فنشوف انه يبدي الصبغه بعد الصمام يعني بالجريان هنا يعني بالجريان تبدي يعني تحيد عن الخط المستقيم عن الطبقه الواحده، وانما تبدي تتوزع باتجاه الاكس باتجاه الواي باتجاه الزد، يعني مثل دخان السيجاره من يطلع احيانا نشوف انه يتوزع زين باتجاهات متعدده. الاول اللي كان على شكل خط مستقيم سماه جريان طباقي او لامينر، الثاني اللي هو متبعثر بعشوائيه يجري صبغ منتشر في كل مكان بالجريان سماه التيربلنس اور المضطرب، الجريان المضطرب. شوف بهالشكل هذا اول جريان كان لامينر على خط واحد طبقه واحده فسماه طباقي لما كانت السرعه بطيئه، لما زود السرعه صار عندك هنا اضطراب شوف بكل الاتجاهات صار مضطرب عشوائي جريان فسماه شنو؟ تيربلنت. ويقدر يسوي هنا طبعا نوع اخر من التيربلنت فلو بالشكل هذا يسمونه تيربلنت فلو اوبزرف باي الكتريك سبارك. اذا بشكل عام عندي تيربلنت فلو وعندي لامينر فلو. لامينر فلو هو الطباقي انه يمشي الفلويد بشكل طباقي، والتيربلنت فلو يمشي بشكل مضطرب بهالشكل هذا. اغلب الجريان يصير بشكل حقيقه مضطرب اغلب الحالات الجامعه. لذلك اجى حتى من الحنفيه لو شوف هذا الشكل مثلا لامينر فلو اذا كانت السرعه بطيئه، واذا كانت سرعه عاليه شوف هنا صار عندك التيربلنت فلو. لذلك قسمنا الجريان الى مناطق لامينر فلو وتيربلنت فلو. منطقه التحول من اللامينر للتيربلنت يعني من تزايد السرعه سموها الكريتيكال فيلوسيتي، كريتيكال فيلوسيتي منطقة التحول من اللامنة إلى التيربلنس. رينولدز نمبر عادة مزولة ار اي ار اي او اي ار، احنا غالبا بنمزل ار اي في محاضراتنا وكتبنا. لذلك شوف هنا رينولدز سوى تجارب على تيوبس اقطارها 7 و9 و15 و27 ملم قطرها دايمتر اند ووتر تمبرتشر مشى بها مي من 4 ل 44 درجه مئويه، واكتشف هاي الامور انه عنده لامينر وعنده تيربلنت فلو. بس في نفس الوقت وجد انه هذا الجريان هذا الاضطراب او اللامينر له علاقه بخواص المائع اللي يجري اللي هي الكثافة والسرعة وقطر الانبوب اللي يجري به الماء او الماء زائدا الفيسكوسيتي زائدا الفيسكوسيتي. لذلك سوى له معادلة سماها رينولد نمبر، رينولد نمبر نسميه ار اي، هو كثافة الماء في السرعة اللي يمشي بيها في الدايمتر قطر الانبوب عليما على اللزوجة الحركي او دايناميك فيسكوسيتي. طبعا عندك هنا الرو الكثافه على الزوجه الديناميكيشن يعطيك هنا مقلوبها واضح يعطيك مقلوب شنو الفيسكوسيتي.
سكانيميتريك فيسكوسيتي. فتقدر تستخدم هاي المعادله كثافه في السرعه في القطر على كانتك فيسكوسيتي، او السرعه في القطر الانبوب على من؟ على الكانتك فيسكوسيتي. بالانابيب طبعا هاي بدون وحدات، الريول نمبر دايمنشنلس يطلع بدون وحدات، هو ثابت يعني يطلع رقم ثابت بدون وحدات. من خلاله راح نعرف مقدار السيسم او نوع الجريان تيربلنت لامينر. مثلا بالفلو ان بايب بالانابيب، جريان بالانابيب، اذا رينولد نمبر اقل او يساوي 2100 فالجريان شيء يكون طباقي. تيجي تحسب هذا، اذا 2100 فالجريان تقول عليه لامينر. زين اذا اكثر من 2100 الى 4000 هذا نسميه كريتيكال فلو، جريان حرج يعني في حاله انتقاله، وبعضهم يسمونه ترانزينت فلو يعني هو انتقالي من اللامينر الى التيربلنت. واذا كان اكبر من 4000 هنا 4000 وفوق اكثر من 4000 فالجريان شو يكون هنا؟ تيربلنت. جريان شو يكون هنا؟ اضطرابي. اذا عندي ثلاث مناطق، المنطقه الاولى اقل من 2100 لامينر، بين 2100 و 4000 رينولد نمبر يكون هناك كريتيكال فلو، وعندك التيربلنت فلو اكثر من 4000 كرقم رينولد نمبر او قيمه رينولد نمبر. احنا حقيقه هنا درسنا واخذنا سابقا الانكومبرسبل اند كومبرسبل فلو. الانكومبرسبل هي المواعي الغير مضغوطه اللي مثال عليها شنو هو الليكويد بشكل عام، هو انكومبرسبل فلو. والكومبرسبل هي الغازات المضغوطة ممكن تضغط الغاز، بس الليكويد ما يقدر تضغط. لذلك عندنا هالنوع النوعين راح ندرسها بشكل تفصيلي في عملية الجريان. ابتداء ناخذ احنا نبدأ بالانكومبرسبل يعني سوائل غير المواد غير مضغوطة اللي تمثل لي السوائل. طبعا هنا الديستانس والفيلوسيتي والاكسلريشن والتايم يعني علاقتهم مع بعض، هنا تذكره فقط اللي اخذتوه بالميكانيك الهندسي بالديناميك، انه التعجيل هو دي تربيع اس على دي تي تربيع ويساوي دي اوفر دي تي في الدي اس على الدي تي. اللي هاي شوف هاي هي مشتقه التعجيل، مشتقه شنو؟ سرعه. والسرعة هي أساسا مشتقة شنو؟ الإساحة. شوف مشتقة السرعة دي في على دي تي هي تعجيل نفسيته. وهنا طبعا ممكن يكون تضرب بالدي اس هنا وتقسم على دي اس وتسوي سيبوريشن، فيصير عندك هنا فيلوسيتي في الدي في على الدي اس. وهكذا يعني العلاقات، بس هي نتيجه واحده انه احنا عندنا راح نتعامل مع ديستانس وفيلوسيتي واكسلريشن. يعني هذا بشكل عام، يعني ما اقول لك مطلوب منك، بس هاي تذكر المعلومات اللي راح ناخذها. هنا حقيقه راح ناخذ بال1 دايمنشن، ناخذ الكوانتيتي ايكويشن، كوانتيتي ايكويشن يسموها، او conservation of flow بشكل عام. فاول شيء ناخذ conservation of mass. عندي محاضره ايضا شارحها بالثيرمودينامكس على هالموضوع هذا، قانون حفظ الكتله. هنا شوف لو نجي الى انبوب بمقطعين، يعني ناخذ مقطع عريض A1 ومقطع ثاني A2، هذا بكثافه الى سرعه وهذا بلا كثافه الى سرعه. لو نجي حقيقه نشتغل نشوف انه بالستدي، نقول بالستدي الكتله او معدل التدفق للكتله بالمقطع الاول يساوي شنو؟ الماس فلو ريت نفسه، معدل تدفق الكتله وين؟ بالمقطع الثاني. اذا الام دوت او نسميها ماس فلو ريت هي كثافه في المساحه في السرعه، هنا تساوي الكثافه في المساحه في السرعه. بمعنى الكتله هنا معدل كتلة الجريان هنا يساوي معدل كتلة الجريان هنا، فاستفيد من عدها انه هنا ثابتة الكتلة وهنا ثابتة نفسها،
فاكو علامه